والله مبسطات ماني مبسوطة. ترى السؤال في ليش وجهودي بدي أجاهد من اللي مشان لقمة عيشي، ومشان هالبنيات، ومشان هالولد. بدي جباري بدي أشتغل وأجاهد بحياتي للشغل هذا. بعد رجعتها من الشغل بتشعل جورية العيد النار بهي الطريقة المتواضعة قدام خيمتها حتى تطبخ لأولادها، وهي المهمة اليومية المقدسة بالنسبة لها. ووصلت جورية مع أولادها لمخيم سهلة البنات للنازحين بعد رحلة تهجير طويلة وقاسية، وانتهى فيها الحال بالشغل بجمع النفايات وبعدين فرزة وبيعة. جورية الحسين العيد القزة سكان الهشيري والحمداني، عندي 6 بنيات و4 ولاد. الهشيري والحمداني ما أبغى غير المية المرة والجوع، ما أبغى كل شيء. نزحت جبت ولدي من الحمدان من الهشيري من الحمداني، استأجر السيارة وجيت سكنت بر حياتي. يجي شهرين شهر ما مشى الحال، ورديت جيت على سهلة مخيم سهلة البنات. اشتغلت أنا بناتي، قضبت المكب أنا بناتي، صرت أنا الشاوشة وقمنا نشتغل. نفرز النايلون الحال، نفرز الباغة الحال، نفرز الأنحاس الحال، نفرز الشغلات الريدها الحال، الشيء نجيبه على البيت الحال. احنا بيد متعهد، هالمتعهد قال لي سلم لي كل شيء، قال لي لا تخلين حدا يمدي له معاش ويفوت الرزق لي ولتش ورب العالمين. وحتى الطريق هاد للعمل ما كان سهل، وكان على جورية إنه تفرض سيطرتها على مكب النفايات المخصص للمخيم بالقوة، ومن وقتها صارت تعرف بالشاوشة. سويت فريق النساء، بنتي صارت شاوشة، وأنا أشتغل على يدها زاد مثل ما تقولين عميت معاها شاوشة الكل. نشتغل، المرة تجي تريد تشتغل، يعني خصصنا عمال 12 عامل طلعناهم، وإحنا مشينا معاهم. المعلم يوجهنا الشغل، يروح على الشغل، وإحنا نظل بدال المعلم يقول شي يصير بس خبروني يسوي. هذول يقولوا لا، إحنا زاد بدنا نفوت، بدنا نشتغل، بدنا نلم، بدنا نسوي، نقولهم ما تشتغلوا. نضرب بالصيخ، نضرب بالعصا، نضرب بالبليب، ما حد يوخر عنا. يقول بدنا نشتغل وإحنا ما نخليهم نشتغل. نخبر على المعلم، يجيب درايفيك يحودهم بدرايفيك، يجيبهم للمخيم، يشفتهم للبيوت، يهاجم عليهم، حمل السيارة، يأخذهم على السجن، يحقق معهم ضرب جثل، يرد يرجعهم على خيمهم. إحنا وياهم ضيعنا يجي 6 أشهر 7 أشهر، أقنا يا راس الحياة هي، يا أما نشتغل يا أما ما بي. ورغم هالشي ونظراً لغياب أو شح المساعدات الإنسانية، فيلي بتحصل عليه جورية من العمل بالنفايات منه كافي. والله تريد أقول إيش تكفي ولقمت العيش، والله ما يكفيها. من نبيع نظل الليل مثل ما تقولين اليوم، من الخميس للخميس نشتغل، نهار السبت نجمع الأغراض للخميس، نقعد نفريز للعصر، نروح ننزل تنبيع بالعلم. المر كيلوين بطاطا على كيلوين بندورة على، تعرفين انت ربطتي الخبز على هذه ما في كل شيء. جت للجنة 100 نوبة، جونا هنا الجن هنا يراعينا المروة، يراعينا البليغ، وحكي حكينا معاهم، هاليوم نجيكم باكر نجيكم، وحبر على ورق وما من شيء، وشايلين حملنا بكفنا نركض والعشا خباز. شريد نسوي؟ حاملين العصفيرة وحاملين الدخانة ونركب على النار، طبختنا هالصير على النار، كويس جاينا على النار، نلقط حطب ونلقط غنادر، نلقط كويس ليل، ونحط بهتلكه ونعصفر ونقول الحمد لله رب العالمين. لكن الشاوشة ما استسلمت، ولقيت شغل تاني لتأمين دخل إضافي. الكنايس ما ظل بيها بركة، قال ما للوسخ للوسخ، ما بها بركة. أروح قمت يا القط قطن، يا اقطف صفره، يا القى شغل زيتو، يا تعرفين انت مرجعان تفريد، التفريد قطن، لقاط قطن، يعني قمت اجيبها ندبرها من هنا، اجيبها من هنا، اجيب لولدي لقمتها العيش. يعني شو اشتغل؟ لا انا موظفه، لا عندي موظف، لا راعي بيتي موظف، لا ولدي موظفين،
لا عندي هالآن سالقالة تقبض هالراتب وتجيب لي كلها أمية بأمية. هذا اللي عندي شريد أسوي. أنا أركض يقول حتى البارح يقولوا لي حباب ما حرام أنت تشتغلين ما حرام تلقطين، أقول مشريد أسوي ما زال الحيل والعين علي، أظل أركض وأجيب لكم هاللقمة، بدي أحوشها بدي ورجلي تجيب لهم إياها. شريد أسوي. وقصة كفاح جورية العيد بتنطبق على مئات النساء بالشمال السوري. في الحقيقة قصة أم ماجد هي القصة الأكثر تسليط الضوء عليها بالمنطقة بالفترة الحالية، ولكن أم ماجد هي قصة من بين مئات القصص المشابهة لأم ماجد نتيجة ما آلت إليه الظروف بعد هالعشر سنوات من الحرب، وجود نساء كثيرة وفي مناطق مختلفة وقصص مشابهة وقصص أكثر سوءا بصراحة من موضوع أم ماجد، ولكن كانت أم ماجد يجوز هي مفتاح لهذه القصص في مجال عملنا. وبسبب فقدان المعيل للأسرة تتعرض آلاف النساء بسوريا لمخاطر كبيرة. المخاطر اللي تعرضوا لها النساء اللي يقومون بأعمال يفترض أن تكون للرجال هي مخاطر كثيرة، أهمها موضوع الاستغلال اللي يتعرضوا له النساء أثناء قيامهم، خصوصاً أنه يتوجب عليهم الاندماج مع الرجال في أسواق العمل، ممكن في أماكن لا يمكن يعني لا ينبغي تواجد النساء فيها. عندنا زادت موضوع بصراحة التحرش، استغلال الوضع للنساء، غياب الرجل الموجود بالبيت من بين طبعاً من ضمن قتل أو تهجير أو فقدان للمعيل الموجود بالأسرة، فتحتم عليها الوضع أنه تكون هي تقوم مقام الرجال، وبالتالي كانت الضريبة كبيرة بصراحة. ولهيك بيحتاجوا هدول النساء لدعم متنوع من قبل المنظمات الإنسانية. طبعاً إحنا كمنظمات مجتمع مدني تقديماتنا مهما تكون كبيرة راح تكون خجولة بنفس الوقت بسبب عدم وجود الدعم بصراحة المادي. النساء في هذه المرحلة لا تحتاج إلى دعم نفسي فقط، تحتاج إلى دعم مادي، وهذا الدعم يترتب عليه عمل مؤسساتي تضمن لها كرامتها بالنقطة الأولى، وتضمن حقها، وتضمن على الأقل أبسط مقومات الحياة اللي يعني من حق أي شخص. أنا نجيت من الموت من قاد، والحمد لله يوم اني جيت عديرت المبهى لا ضرب ولا شيء، صحيح صار في ضرب وصار ضشية، بس اني الحمد لله على الحياة وعلى الحيل وعلى العين، وولادي يستلمون بنياتي يستلمون، ما بي لا مرض ولا صواب ولا ضيع اللي حدا، والحمد لله على عيشة ولادنا هم طيبين، الحمد لله رب العالمين.